أسعد الله أيامكم، تقبل الله أعمالكم. قال تعالى في الآية 59 بعد 100 من سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العلي العظيم. عندما يخفق القلب بمحبة الناس، وعندما يتحرك اللسان بالكلمة الطيبة، وعندما يقدم الإنسان على عمل الخير، حين ذاك هذا الإنسان يستطيع أن يقتحم قلوب الآخرين. هذا الإنسان ينجح في أن يحبب الآخرين إليه. هذا الإنسان ينجح في أن يكون محبوباً عند الناس. هذا الإنسان ينجح في أن يجذب الناس إليه، بل ربما يدفعهم أيضاً إلى القبول بما يقول، إلى القبول بما يعرض عليهم، ويتبنون رأيه أو يتبنون ما يقول احتراماً وتقديراً. من هنا نقول على سبيل المثال: رب الأسرة عندما يريد لأفراد أسرته أن يكونوا بصورة معينة، فإن إعمال العنف والقسوة واستعمال الكلمات الشديدة ولربما حتى النابية والضرب وما شابه ذلك قد يحقق له مبتغاه، ولكن لن يتحقق ذلك حباً منهم فيما يطلبه منهم، ولا حباً منهم لهذا الأب، ولكنهم سيكونون مجبرين على فعل ذلك. ومثل هذا الإجبار يعني أنه بمجرد أن يغيب هذا الأب، حين ذاك من الممكن أن يلجأ هؤلاء الأبناء أو تلجأ هذه الأسرة إلى فعل ما لا يريده الأب لأنه غائب الآن. بكل بساطة الأمر هكذا، بل ربما يتمنون اللحظة إن كانت القسوة دائمة وشديدة، لربما يتمنون اللحظة التي يتخلصون بها من هذا الأب، يفقدون بها هذا الأب، لتكون هناك لحظة الراحة بالنسبة إليهم. ولربما نجد بأن في موقع العمل المسؤول قد يعمد إلى استخدام أسلوب العنف والشدة والإهانة والشتائم وغير ذلك من أجل أن يضبط سير العمل وأن تكون الإنتاجية بالصورة التي يريدها، أيضاً النتيجة ستكون مثل ذلك. هو لن يقتحم قلوب هؤلاء الناس، لربما ينفذون ما يريد، ولكن في النتيجة لا نوعية الإنتاجية ولا طريقة تحقق هذا الإنتاج تكون سليمة. ولذا بمجرد أن يغيب تعم الفوضى أو يعم التسيب أو تسير الأمور في اتجاه على خلاف ما خطط له وما أراده. وهكذا في كل مجال من مجالات الحياة، عندما يأتي صاحب الكلمة، صاحب النفوذ، عندما يأتي ويستعمل العنف بدلاً من الرفق، فالنتيجة ستكون هكذا. بما في ذلك عالم الدين أو رجل الدين أو الشخص المسؤول عن إرشاد الناس في الجانب الديني، إن استعمل العنف والشدة لربما يحقق شيئاً من النتيجة، ولكن القلوب ستنفر منه. ولذا الله سبحانه وتعالى من جهة يمن على رسول الله صلى الله عليه وآله، فبما رحمة من الله، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذه رحمة، هدية من الله، فضل من الله عز وجل. ومن جهة أخرى يبين قيمة
هذه الأخلاق الرفيعة التي كان يمتاز بها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. هذه الهبة الإلهية جعلت النبي هكذا لنت لهم. طيب ما هي الصورة المعاكسة؟ ولو كنت فظا غليظ القلب شو اللي يحصل؟ ما تجذب الناس، لانفضوا من حولك، تكون حالة نفور وليست حالة جاذبية. إذن من ضمن رسائل هذه الآية الشريفة أن تحلي الإنسان سواء كان رب الأسرة أو المسؤول في موقع عمل معين أو رجل الدين أو غير ذلك، أن تحليه بالرفق، تحليه بصفة اللين التي تكون مع الحزم لا مع التسيم، عندما يتحلى بهذه الصفة فإنه قد تمسك بنعمة من نعم الله عز وجل، فبما رحمة من الله لنت لهم. وعلى العكس من ذلك، هذا الإنسان المسؤول عندما يتخلى عن الرفق ويعتمد أسلوب العنف والخشونة، فمثل هذا الإنسان يكون قد تخلى عن هذه النعمة الإلهية. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه. يعطيه صورة جمالية، والناس يحبون الجمال، يحبون الشيء الجميل. إن الرفق لم يوضع على شيء إلا زانه. طيب الصورة المعاكسة: ولا نزع من شيء إلا شانه. وعنه صلى الله عليه وآله: لو كان الرفق خلقا، لو كانت هذه الصفة، هذا الأمر الاعتباري، لو كانت مخلوقا مجسدا، كيف سيكون شكل هذا المخلوق؟ لو كان الرفق خلقا يرى ما كان مما خلق الله شيء أحسن منه. وعنه صلى الله عليه وآله: ما اصطحب اثنين زملاء صارت بينهم صحبة سفر أو صحبة في مقر عمل أو في مقر دراسة، فصارت بينهم علاقة وكذا، ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله عز وجل أرفقهما بصاحبه. كل ما يتحلى بالرفق أكثر، كل ما هو يكون ثوابه أكثر، لأنها صفة أخلاقية يحبها الله سبحانه وتعالى. إننا نعيش في مجتمعاتنا الكثيرة من حالات العنف، العنف في البيت، العنف في المجتمع، العنف في الصراع على مستوى السياسة، العنف على مستوى الأوضاع الاجتماعية، وهذا ما يأتي لنا بالكثير من المشكلات ويوقعنا في الكثير من الأوضاع السلبية. فعلينا أن نتعلم كيف يرفق بعضنا ببعض، وكيف نعيش الرفق في الكلمة والرفق في القلب والرفق في الحياة.